السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن فرصة ذهبية وفرصة رائعة جدا اللي يريد يسافر إلى كندا. عقد دائم، عقد عمل دائم وتذكرة طيارة مع عائلتك، أو إذا كنت أنت صاحب رب الأسرة، أو أنت رب الأسرة، أو أنت شاب، أو أنت شابة لوحدك، بدون أي شروط. بدون أي شروط، يعني شروط بسيطة مو صعبة. شركتين، هاي الشركة اسمها اكس لوردور، والثانية الشركة اسمها سانت جيون. هاي الشركات هي شركات تحتاج عمال موظفين من الشرق الاوسط. راح تسألني ليش، راح اجاوبك بالفيديو. لا تنسى الاشتراك بالقناة اذا عجبك الفيديو، وضغط لايك اذا حبيت. اهلا وسهلا بكم، اني احمد البدري، مقدم على قناة أسهل الطرق للوصول إلى كندا. شوفوا هنا هاي الشركة، لكل منا في إكسوتنا التعاونية غرض واحد، هو التميز في صناعة الدواجن كل يوم وعلى جميع المستويات. طبعا هنا يتكلم لدينا 400 عضو مالك يشتركون في نفس الشغف بتميز. هنا عندما تعمل معنا فأنت جزء من عائلتنا الكبيرة. محليا بفخر، يقع مكتبنا في ليفس وتقع مصانع الانتاج لدينا انسم 1 2 3 4 5 6 7 8 في 8 مكانات، يعني في 4 مقاطعات: اونتاريو، كيبيك، مانيتوبا، في كولومبيا بريتيش، في 4. شوف، نحن ايضا مالكين شرعيين لاربع لاعبين بارزين في صناعة الدواجن، وعدهم 4 شركات او 4 علامات تجارية موجودة في كندا. شوف، تبرز طبعا من خلال تميز مزارعنا، موظفينا، دواجننا لصالح مجتمعنا. راح اجاوبك على سؤالك ليش يريدون من الشرق الاوسط او عمال من العرب. لان عندهم شيء اسمه الحلال. لان شوف هسه ننزل وينها على الحلال، هي صناعة صحة الحلال. اول علامة تجارية للديك الرومي الحلال في كندا. جميع منتجاتنا من أعلى مستويات الجودة، ويتم تحضيرها وفق الطرق الحلال التقليدية. يعني موجود لحم حلال في كندا، هاي الشركة الوحيدة اللي تسوي لحم حلال في كندا. هاي الشركة الوحيدة اللي تحتاج عمال من الشرق الأوسط. يعني عقد دائم، وعيد لك إياها، وياها تذكرة طائرة إلك ولعائلتك. نروح على الوظائف حتى نختصر الوقت على السريع. هسه اشوفكم همين شلون نقدم على هالوظائف. اول شي عامل انتاج، عامل انتاج، عامل انتاج، هاي كلها موجودة تقدر تقدم عليها. نصعد من البداية، تريدون احنا ناخذ البداية عامل انتاج. شوفوا هنا فوائدها، اقول لك يقوم عامل بواجبات مختلفة في المصنع، من حيث استلام الدواجن، تفريغها، معالجتها، كيف صيانة الصرف الصحي، تطلبها الوظائف درجة عالية من التوفر والضمان ومن هالكلام. معدل بدء الساعة هو 24 دولار في أقرب وقت ممكن. النوع الوظيفة دائم. معدل البدء هلقة. شوف شلون يقول لك مسؤولياتهم. تأتي مع مزايا أخرى بالإضافة إلى الراتب. عدد الساعات في الأسبوع يختلف حتى 40 دولار. مكافآت، يعني إذا تقعد تذبح دجاج ينطوك 75 سنت على كل دجاجة تذبحها فوق الراتب. مكافآت الفترة المسائية، مكافآت النوم، إذا تشتغل بالليل ينطوك فوق الراتب مالتك على كل ساعة دولار وخمسة، يعني توصل لك بالخمسة وعشرين دولار بالساعة متوفرا ليلا ونهارا ومساء، يعني تشتغل ليل ونهار ومساء. كن جيد مع يديك والاستمتاع بعمل خط، يعني تشتغل يدوي قوي وسريع. خبرة في عمل مصنع، انت سابقا تشتغل في مصنع او اعمال يدوية اخرى، المهم تكون انت تشتغل بايديك. شوف الروح، انا ادري بيك راح تقول لي كيفية التقديم، هسه راح اشرح لك اياها والله. بس خل نروح مثلا عامل انتاج، هذا ندخل عليه ونشوف شو يريد. هم نفس الشيء، يقول لك معدل هو 24 ساعة اقرب وقت، الوظيفة دائمة، هاي احنا خلصناها، هاي شرحت لكم عليها. المسؤوليات، هسه المؤهلات، يقول لك لا توجد متطلبات لغوية تنطبق على هذا المنصب. يعني يقول لك احنا ما نريد منك كل شيء، نريدك اخرس،
بس تعرف شغل ايديك. هيا تدي يقول لك لا نريد منك متطلبات لغوية، يعني يريدك اخرس. كن جيدا مع الايدي واستمتع بعمل الخط، يعني اشتغل سريع بايديك وكل شي ما نريد منك. تعتبر الخبرة في العمل او اعمال يدوية اخرى، يعني مو الا خبرة عمل في مصنع تشتغل في مصنع سابق، لا اعمال يدوية اخرى احد الاصول. خروح خلينا ننزل بعد، مثلا بعد شكو هنا، هاي عامل انتاج نزع الاحشاء. شوف هنا شو يقول لك، يقول لك القدرة على تلبية المتطلبات المال للوضع في الالتواء والانحسار. شوف المتطلبات المادية، يعني ما يقول لك تعرف تلغي، وما يقول لك لا التواء وانحناء وتمدد ورفع متوسط الى ثقيل، اظهار فهم للسلامة الاغذية. يقول لك شنو، سيتم توفير التدريب، يعني هم راح يدربوك. تعتبر الخبرة في صناعة التغذية احد الاصول ولكنها ليست مطلوبة، يعني هم ما يريدوها منك. تاريخ حضور ممتاز، يعني يريدوك يوميا، مو يوم مريض يوم ما بيك حيل يوم ضايج، لا ده يقولوا لك تاريخ حضور ممتاز، يريدوك يوميا موجود بالشغل. هم يفهموك، هم يدربوك، يا هم كاتبيها. سيتم توفير التدريب، ما طالبين لغة منك. سيتم تكليفك بعمل في مناطق مختلفة في قسم نزع الأحشاء وتؤدي مجموعة متنوعة من الوظائف المتعلقة بالإنتاج، الحفاظ على ممارسة التصنيع الجيد، يتعلق بالنظافة، مواد المسببة، الحساسية، التعامل في التحكم في درجات الحرارة. هذا اللي يحتاجه منك. $18.31 والوقت دائم. ننزل نروح على واحد الاخ، ها ثلاثة وبعدين نروح، لا اطول لكم اياها. مثلا يقول لك هنا عامل انتاج، يقول لك هنا عامل انتاج، هذا يمكن يريد لغة. شوف هنا يقول لك القدرة على تلبية المتطلبات المادية للمنصب، احنا قلناها الالتواء، النزلة، الصعدة، تتحرك، يعني الاهتمام قوي بالتفاصيل، القدرة على اداء المهام المتكررة في بيئة سريعة الخطى، تاريخ حضور ممتاز، يعني يريدوك ممتاز، يعني يريدوك 24 ساعة بالشغل، صبح عصر دنيا تمطر دنيا الثلج انت بالشغل. يقول لك فهم السلامة الأغذية، احنا سوف يتم التدريب عليك. الخبرة السابقة في تصنيع احد الاصول ليست مطلوبة، ولكن يتم التشجيع المتقدمين ليس لديهم خبرة، المتقدمين الذين ليس لديهم خبرة سابقة على التقديم، يعني قدم، يعني حتى لو ما عندك خبرة قدم، قدم ثم قدم ثم قدم. اخي العزيز انزل هسه شلون اعرفكم شلون التقديم. شوف يحط لك الاسم الاول، الكنية، رقم تليفونك. شوف هنا يقول لك نحن ملتزمون بالمساواة في التوظيف، أولئك الذين يتم اختيارهم سيتم الاتصال، هذا المنصب مفتوح لكل من الرجال والنساء، سيتم استخدام مذكرة دون التمييز والغرض تنقيح النص فقط. يعني ماكو، يعني رجل أو امرأة هم يقدرون يقدمون، رجال ونساء يقدرون يقدمون على هاي الوظائف، بس مو مختصرة فقط على الرجال. اقول لك عنوانك البريدي، تأكيد عنوانك البريدي، هل انت مصرح لك في العمل في كندا؟ تقول له لا. شوف هذا اكبر دليل، ده اقول لك انه يجيبوك من خارج كندا، يوظفوك من خارج كندا، يدزولك عقد تذكرتها من خارج كندا. هل انت مصرح للعمل لك العمل في كندا؟ عندما تكون متفرغ ليلي مساء نهارها كلها تقرأ تكتبها. اقول لك التحميل السيرة الذاتية، قم بتحميل الخطاب التخطية، اكتب رسالة هنا تقولهم انا اتمنى اشتغل ويا شركتكم ويا التعاونية مالتكم واحب هذا العمل، تضغط تقدم الان وان شاء الله تحصل على وظيفة. يعني تقدم على كل الوظائف اللي شوفتك، يا مو تقدم على وظيفة واحدة والسد وهاي سويت عليها، لا حبيبي هذا ما سويت عليك، انت تقدم على جميع الوظائف حتى تشتغل، حتى تقدر تحصل على عقد عمل وتعيش في كندا وترتاح. شوف هاي الشركة اسمها ساند غيوم، هاي الشركة مو دواجن. هسه يقول لك انا ما احب الدجاج وريحة وما اعرف شنو، هاي جماعة الكيكية. اليوم نتكلم عن الاجبان، معمل او مصنع لصناعة الاجبان، كل جزء من فريق، نبحث عن وظيفة مجزية، نفتخر بالتشجيع الاقتصادي، وكذا وكذا. شوف هم في مقاطعة كيبك بس عندهم 4 أو 5 مصانع، هاي واحد بدرومانفيل بالهاي، كلها عندهم 5.
شوف الشركة نقابية تستفيد من اتفاقية إدارة، يعني شركة نقابية يعني إليك حقوق، للعامل إلى حقوق، رواتب تنافسية، زيادة راتب سنوي وحسب الخبرة. يعني أنت كل ما تزيد سنة تزيد عندك خبرة تزيد عندك الراتب، مكافآت مسائية وليلية. شوف هنا كل مساء، يعني كل ما تشتغل بالليل بعد الساعة 3:30 ظهر يزيد الراتب، يزيدك الراتب لأن يعتبروا مساء، يعني يعتبروا أنت من عندك متطوع لهم. تأمين جماعي، أدوية وأسنان ورؤية، يعني عيون وأسنان وأدوية كامل تأمين. برنامج مساعدة موظفين، يعني اللي يريد يشتري بيت هذا هم يضمنوه لأن هو يشتغل عندهم. أقول لك خطة معاشات تقاعدية، خصومات على المنتجات الأجبان والمنتجات المصنوعة من البي ام ار، يعني تاخذها بنص السعر اللي تريد تشتري من عندهم وانت شغال يمهم. شوف هنا المهن المتوفرة موجودة هياتها، سائق، ميكانيكي، موزع، مدير، مخطط. انت تريد تشتغل عام انتاج عام او عامل يدوي او عامل انتاج، لا تختار من هاي الوظائف، انت تختار عامل عام او عامل انتاج تكتب لهم، تقدر ترسلها باللغة العربية. شوف هنا الكنية، بريد، الموضوع المطلوب، انا قلت لك عامل انتاج تكتب، ميكانيكي تكتب، سائق تكتب، بس انت عامل انتاج. رسالة، انا اتمنى العمل لديكم واتشرف بكم وانا اتمنى وانا مهتم في صناعة الاجمال، ومن هذا الكلام الرقيق الجميل الغزل الناعم. شي يريدوك الاتاحة يوميا اخر النهار ليلي نهاية اسبوع، وارفقها ويسير الذاتية نفس الكلام، وارسل طلبك. اتمنى لكم الكل 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 يقدم. شوف هنا تقدر تقدم الان على هاي الطريقه، تضغط هنا هسه يطلع يمكن نفسها، بس هاي الاوتوماتيكيا مالتها، يعني تقدم على الرئيسي. خل اترجم لكم الصفحه حتى تفهم اكثر. تعال للعمل في مصنع الجبن، كن جزء من الفريق، وظيفه قريبه، المزايا، المهن، هاي كلها موجودة، انت تقرأها وحيحط لكم اياها بصندوق الوصف. يعني مصنع الاجبان، الدواجن، اذا تخاف من الدجاج لا تشتغل يا اخوي بيها ما تفيدك، بس اذا ما تخاف من الدجاج اشتغل بيها يا اخوي. المهم اتمنى لكم الف الف خير، واتمنى لكم الخير، وافرح من يجي واحد الكندا. ان شاء الله استفاديتوا من هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك حتى الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.